اللهم صل وسلم. أهل الأعذار الذين يباح لهم الفطر في شهر رمضان، أولا المسافر. المسافر إذا سافر سفرا أكثر من 80 كيلو فإنه في هذه الحالة يجوز له أولا ما يتعلق بالصلاة، قصر الصلاة، وكذلك الجمع إذا احتاج إلى الجمع. وأيضا بالنسبة للفطر إذا احتاج أيضا للفطر فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يفطر. ولذلك اختلف فيما يتعلق بالمسافر أيهما أفضل له، الصيام أم الفطر، ولذلك يقال هو على المشقة المتعلقة به، فإذا أراد أن يصوم فله الصوم، وإذا أراد أن يفطر فله الفطر، لكن إذا كان هناك مشقة فعليه أيضا في هذه الحالة أن يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين عندما صام أحد الصحابة رضي الله عنهم عندما شق عليهم في يوم من الأيام وكانوا قد سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام قد صام فصاموا، ثم بعد ذلك لما رأى المشقة عليهم أفطر عليه الصلاة والسلام، فأفطر جمع من الصحابة لكن بعضهم لم يصم، فرأوا ناسا قد تجمعوا على أحد الصحابة وقد تعب من الصيام، فقال هذا قد عصى أبا القاسم، فهذا قد عصى، فالذي عصى لا شك أن هذا فيه دلالة على ما يتعلق بأنه إذا كانت هناك مشقة على المسافر فإن الواجب عليه في هذه الحالة أن يفطر، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولكن لو أنه أفطر فلا حرج عليه، ولا شك أنه أيضا يدخل في ما يتعلق بأيضا ما يحبه الله سبحانه وتعالى من أنه أتى بهذه الرخصة. الأمر الثاني بالنسبة للمريض، المريض أيضا إذا كان المرض يشق عليه في الصوم فإنه في هذه الحالة يفطر ويقضي في أيام أخرى، فبين الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فبالنسبة للمسافر والمريض إذا شق عليهم يفطرا ويقضون ما عليهم من أيام في أيام أخرى بعد رمضان. ثم بعد ذلك يدخل في أهل الأعذار الحائض والنفساء. الحائض أيضا يجب عليها أيضا لا يجوز لها أن تصوم، كذلك النفساء وعليهما أيضا أن لا يصوما ويقضيان ما عليهما من صوم. لذلك بينت ذلك عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما بينت ذلك عائشة رضي الله عنها. كذلك ما يتعلق بالمريض مرض لا يرجى برؤه، وكذلك الشيخ الكبير أيضا كلاهما يجوز لهما أن يفطر في رمضان، وعليهما في هذه الحالة بالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه وكذلك الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام فإنهما يفطران ويطعم عنهما عن كل يوم مسكينا، يطعم عنهما عن كل يوم مسكينا، ومقدار ذلك الإطعام هو نصف صاع يقدر بكيلو ونصف، يوزع على الفقراء، وأيضا له أن يخرج هذا الإطعام، يخرجه أو في أول الشهر أو في آخره أو يجمعه أو يطعم في كل يوم. نعم. عودا على المسافر يا شيخ، هذا يسأل يقول إذا قدم المسافر إلى بلده وسط النهار وقد أفطر بعذر السفر فهل يبقى على فطره أو يمسك إلى أذان المغرب؟ نعم، هذه المسألة متعلقة بحكم الإفطار، هو أفطر بعذر وهو ما يتعلق بالصوم ثم جاء إلى البلد الذي يسكن فيه فإنه في هذه الحالة قد أفطر بعذر، فإنه الصحيح في ذلك أنه يستمر في فطره ولا حاجة له أن يتم الصوم، وهذا الصحيح في هذه المسألة. كذلك أيضا ما يتعلق بالحائض، الحائض كذلك إذا طهرت أثناء النهار واغتسلت فإنه لا يلزمها أن تصوم أو تكمل النهار بالصوم، ولها أيضا أن تأكل وتشربها على الصحيح. وكذلك المريض لو أنه مريض في أول النهار واحتاج إلى الفطر ثم بعد ذلك شفي فهل يمسك أم لا؟ لذلك ذهب بعض أهل العلم أنه يلزمه الصيام، المسافر إذا قدم إلى بلده فإنه يلزمه الصيام، وكذلك المرأة الحائض إذا طهرت أثناء النهار
واغتسل فإنها أيضا عليها أن تمسك. وكذلك ذكروا بأن المريض إذا شفي أثناء النهار فإنه يمسك، والصحيح أن هذا لا دليل عليه. ولذلك إذا نظرنا أيضا عندما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن قال من أفطر أول النهار فليفطر آخره. وأيضا جاء عن بعض السلف أنه كان إذا جاء من سفر وقد أفطر في سفره فإنه لا يلزم لا يمسك إذا وصل إلى لا يمسك عن الصيام عن الأكل والشرب إذا وصل إلى بلده. وأيضا إذا نظرنا في هذه المسألة نجد أن إذا أوجبنا عليه بأن يمسك بعد وصوله، وكذلك إذا ألزمنا أيضا المرأة إذا طهرت أثناء النهار بأن تمسك، وكذلك المريض أن يمسك عن الصيام وهو قد أمر بأن يقضي هذا اليوم، فكأننا ألزمناه بشيء أكثر مما ألزمه الله به، فإنه سوف يقضي هذا اليوم، وأنت الآن تلزمه ربما يكون أنه قدم إلى أهله في أول النهار، فتجد أنك قد ألزمته جميع هذا اليوم وتلزمه أيضا بقضاء هذا اليوم، فكأنك ألزمته بأكثر مما يجب عليه. فلذلك نقول أن من وصل إلى بلده وهو مسافر وقد أفطر أثناء السفر فإنه لا يلزمه، لكن الذي ينبغي عليه أن لا يظهر هذا الصيام أمام الناس وأمام ربما حتى لا يشك أن لا يظهر هذا الفطور الإفطار. نعم، أن لا يظهر هذا الإفطار أمام الناس. البعض ربما يعني إذا أفطر يظهر هذا الأمر، نقول لا، لا يصلح أن يظهر هذا، لا يظهر الأكل والشرب بعد وصوله، ولكن لو أكل هو وشرب في بيته ولا يرى أحد فلا حرج عليه في ذلك. نعم.